جدي مات وبيحلم يجي، فأنا حققت مش بس حلمي، حلم آلاف الناس يلي موجودين بالشتات. خليني أحكي، ما رح أخصص دولة، لكن حققت حلم فلسطيني الشتات. هنيك رح أحس حالي غريبة، وهدول العشرة أيام بس هن الأيام اللي حسيت حالي فيهم أنا ببلدي وبين أهلي وناسي. طبعا اللغة العربية بكل جمالها وبكل أناقتها ما بتقدر تعبر ولا توصف عن شعور اللحظة الأولى أو التواجد الأول بكل مدينة. يعني مش إنه من أول ما دخلنا الضفة أو من أول ما دخلنا فلسطين، يعني كل ما ندخل على مدينة جديدة بتحس إحساس جديد. فالحمد لله رب العالمين إنه إجينا لهون. حسيتها بنقاط معينة، قلت لك بالحب بالاهتمام حوالي، يعني سألنا عن حياتنا، عن كيف طلعنا، عن شو شعورنا طول الوقت. هذا الشيء كتير بحسسك إنه أنت بين أهلك، يعني هذا الحب اللي أخذناه كله. جدي حكالي كتير عن هذا المسجد، وحكالي كتير عن بيت المختار، وحكالي كتير عن السكة اللي موجودة هون، وحكالي قديش المنطقة حلوة. وجدي لحسن الحظ كان أصدق مخلوق.